السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده بإذن الله هنبدأ سلسلة الـ SQL وهنتعلم فيها أوامر الـ SQL، بحيث إن ما ينفعش نكون إحنا بنتريشن تيسترز وبندور على ثغرة وليكن الـ SQL Injection اللي هي طبعا اللي معمول لها السلسلة دي أصلا، ومش عارفين أوامر الـ SQL. ده مش هيكون صح، لأن بالتالي كل معرفتنا بثغرة الـ SQL Injection ساعتها هي إن إحنا مثلا نحاول نحط سيمي كولون مثلا ورا الكويري، فبالتالي يطلع لنا ايرور، وده مش هيكون صحيح اطلاقا، لان ساعتها مش هنكون بنبحث عن اس كيو ال انجكشن. فبالتالي اللي مش هيتعلم اس كيو ال كويريز او مش هياخد معايا كورس الاس كيو ال، فبالتالي هيضطر ان هو هيعتمد على اداة الاس كيو ال ماب، وده طبعا حاجة ما بحبذهاش انا. بحبذ الاس كيو ال ماب ساعات، ولكن انت لما اكون جربت البيلودز اللي في دماغي وما نفعتش، ياما اكون جربت بيلودز كتير ومن على الانترنت وما نفعتش، فبالتالي بستخدم اس كيو ال ماب. او لما اجي مثلا عشان اتست على فورم، في فورم انا عايز اتست عليه، وبالتالي في مثلا ثغرات لوجيك عايز اجربها، زي وليكن ال HTTP smuggling، زي ال IDOR، ثغرات تانية لوجيك كتير انا عايز اجربها. فبالتالي بعمل ايه ساعتها؟ بسيب الاس كيو ال ماب في الباك جراوند وبتست انا الثغرات دي. طيب تعال بقى نشوف الكورس ده هيبدا بايه. في الفيديو ده هنبدا باساسيات، وانا ناوي ان انا باذن الله اي فيديوهات في الكورس هخليها انها تكون قصيره، وخاصة كمان في الكورسات الجاية، علشان مثلا الكورسات اللي بتبقى 45 دقيقة أو 20 دقيقة وكده، في أغلب الوقت ما بتبقاش ما بيبقى ما بتبقاش محبذة لدى الناس. ليه؟ الناس بيقولك أنا لسه هتفرج على كل ده. فعلشان يكون الكورس خفيف عليك، الكورس ده بالذات أنا هخلي فيه الوقت قصير. نخش على طول. أول حاجة، ما ينفعش إن أنت تخش على الداتابيز وأنت مش مفعلها أصلا. طيب افعل الداتابيز ازاي؟ بتكتب له الامر سودو سيرفيس اس كيو ال، عفوا ماي اس كيو ال ستارت. فبالتالي لما انت هتكتب له سيرفيس ماي اس كيو ال ستارت، فكده انت بقى عندك الداتابيز شغاله. يبقى انا كده فاضل لي ايه؟ فاضل لي اخش على الداتابيز. عشان تخش على الداتابيز بتكتب له الامر سودو ماي اس كيو ال داشيو. داشيو معناها ايه؟ معناها الروت. انا كده بحدد له الايه؟ اليوزر اللي هخش بيه. انا هخش بيوزر روت. كده انا دخلت بفضل الله على الداتابيس خلاص، والوقت مستعد ان انا اتعلم. طيب انا دلوقتي حابب ان انا اتعلم اول حاجه ازاي الكوماند لاين او الكويري بتاعت الاس كيو ال بتشتغل، بعد كده بقى اتعلم الاوامر. طيب ازاي الكويري بتشتغل بقى؟ بتشتغل كالاتي. اول حاجه، الكويري بتاعت الاس كيو ال مش كيس سنسيتيف. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن لامر زي سيلكت، واللي احنا هناخده طبعا ممكن اكتبه كده. حلو، اقول لك الحاجه عشان ما يطلع لناش ايرورز، يعني خلينا نكتب الكويري صح. الكلام ده كله هناخده، احنا دلوقتي بنتعلم ايه؟ بنتعلم بس الكويري يعني، وهيطلع لك اوتبوت. وممكن اكتبه كده وبرضه هيطلع لك الاوتبوت، وممكن اكتبه كده وبرضه هيطلع لك الاوتبوت، وممكن السلكت دي اكتبها كده وبرضه هيطلع لك الاوتبوت، وممكن اكتبها كده وبرضه هيطلع لك الاوتبوت عادي وما فيهوش اي مشكله. وممكن اكتبه كل سم كل سمول كده فيرجن، وبرضه هيطلع لك عادي خالص. وممكن اكتبه كده وسلكت فيرجن وبرضه هيطلعه لك. اذا هو مش كيس سنسيتيف، هو بيعامل كل الحروف على انها في ميثود واحد، ما عدا في الداتابيزز. ما ينفعش ان داتابيز تكون نفس الكيس ميثود بتاعت داتابيز تانية. ما ينفعش ان انا يكون عندي اتنين داتابيز والاتنين مثلا اسمهم يوزرز، والاتنين مثلا ما فيش مثلا واحد كابيتال واحد سمول كده. ما ينفعش كده. طيب دي كده برضو حاجة لازم تعرفها. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها هي امر سيلكت. امر سيلكت هو امر من اسمه كده للاختيار. فبالتالي لما انا اجي اقول مثلا سيلكت حاجه زي الفيرجن، الفيرجن ده معناه ايه؟ الفيرجن ده هو بيلت ان فانكشن
عفوا الفيرجن ده هو بيلت ان فانكشن بتديك الفيرجن او الاصدار بتاع الداتابيز الحالي. فلما انا اقول له سيلكت فيرجن يعني انا بقول له روح للفيرجن دي ونفذها لي وطلعها له قدامي على الشاشه، او روح للفيرجن دي او دور ما بين كل البيلت ان فانكشنز دول وهات لي اختار لي البيلت ان فانكشن اللي اسمها فيرجن وطلعها لي قدامي اوتبوت. هيطلع لك قدامك اوتبوت. طيب حاجه تانية في الكويري بقى ناخدها، افرض انا عايز اطلع اكتر من بيلت ان فانكشن قدامي، هتقول لي هو في اصلا اكتر من بيلت ان فانكشن في الاس كيو ال؟ هقول لك اه في اكتر من بيلت ان فانكشن، ولكن الاول خلينا نتفق على طريقه العرض. انا قبل ما باجي اكتب الامر بشوف انا عايز الامر لما اكتبه يطلع لي مثلا الاوتبوت هل في تيبل واحد كله جنب بعضه ولا في اكتر من تيبل. خلينا الاول نقول ان هو يكون في تيبل واحد. بعمل ايه؟ باجي هنا كده، سيبك من السيمي كولون دلوقتي. طيب هاجي هنا جنب الفيرجن وهقوم انا جاي حاطط علامه الفصل وهكتب البيلت ان فانكشن الثانيه اللي اسمها ناو. ناو دي بتعمل ايه؟ ناو هي وظيفتها انها بتطلع لك الوقت والتاريخ الحاليين. طيب وكمان هقوم انا جاي حاطط فاصله واقول له current date. هتقول لي طب current date دي بتعمل ايه؟ current date دي بتحط لك اللي قدامك فقط التاريخ مش الوقت، التاريخ الحالي. وحاجه تانية اسمها اليوزر، اليوزر دي بتعمل لك ايه؟ بتطلع لك اليوزر قدامك. طيب انت طبعا شايفني هنا كل لما اجي اكتب امر بحط في اخره سيمي كولون. ليه بقى؟ الكويري بتاعت الاس كيو ال كده لازم في نهايه كل امر، وركز جدا في نهايه كل امر واحفظ الجمله دي علشان هي اللي هنستخدمها كمان شويه. في نهايه كل امر لازم تحط السيمي كولون دي. فانا دلوقتي كده انتهيت من الامر صح؟ صح. تعالى كده نضغط انتر من غير ما نحط السيمي كولون، هيقول لك ايه؟ هيحولها لك من سنجل لاين كويري لمالتيبل لاين كويري. مالتيبل لاين كويري يعني ايه؟ يعني سينتاكس هتكتب بيه هيكون اكتر من سطر. انا هنا كاتبهم كلهم على سطر واحد قدام دلوقتي، انا هخليك تكتبهم على اكتر من سطر. طيب حبيت ان انا ايه خلاص بقى عايز انفذ الكويري اللي انا كتبتها دي، بحط السيمي كولون هنا وبضغط انتر، فبالتالي هتلاقي عرضهم لك كلهم جنب بعض كده بشكل مرتب. عرض لك الفيرجن، عرض لك الوقت الحالي، حتى لو انا طبقتها تاني اهو هتلاقي ان عدد الثواني بيتغير، هنا كان 7 بقت 17 بقت 19 وبرده بقت 19 هنا، لان زي ما انت شايف هو ما خدش اي وقت علشان ينفذ الكويري وانا نفذتها بعدي على طول. وهنا في الكرنت ديت طبع لك الديت بس الحالي ما طبع لكش التايم، وهنا في اليوزر جاب لك اليوزر والسيرفر اللي شغال عليه اللي هو اللوكال هوست بتاعي. طيب حلو قوي. انا بقى مش عايزهم كده، انا عايز كل واحده تكون في تيبل لوحدها، اللي قدامك ده اسمه تيبل، انا عايز كل واحده تكون في تيبل لوحدها، مش عايزهم كلهم في تيبل واحد كده. بعمل ايه؟ بكل بساطه خالص هقوم انا جاي قايل له سيلكت فيرجن وسيمي كولون. هتقول لي ايه بس انت كده مش هيطبع غير الفيرجن بس؟ هقول لك هات الكلمه اللي انا لسه قايلها لك من دقيقه بالظبط. انا قايل لك هات لي الفيرجن، او بمعنى اصح عفوا انا قايل لك انا بنهي امر الاس كيو ال بايه؟ بسيمي كولون. فبالتالي بعد السيمي كولون دي ممكن احط امر تاني خالص هنا وهينفذه لي اكنه امر عادي، فبالتالي مش هيطبعه لي في تيبل واحد، هيطبعه لي في اكتر من تيبل. ازاي؟ هقوم انا هنا جاي قايل له سيلكت. تقول لي سيلكت ليه؟ ما طالما انا حطيت سيمي كولون طب ما احط بقى على طول مثلا الناو والكارنت ديت وكده. اقول لك دوت ما ينفعش هنا. ليه؟ لان بمجرد ما انت حطيت دي اكنك بالظبط بالظبط دلوقتي خافت دي هتشتغل اه بس اكنك خافتها. فبالتالي لو انت هنا جيت كتبت له مثلا يعني ناو كده على طول اكنك بالظبط بالظبط كتبت له كده نعم، هو مش فاهم. ماشي. طيب اعمل هنا دلوقتي بعد ما اقول له سيلكت فيرجن، هو انا جاي له برضه هنا سيلكت ناو، وهو برضه هقول له سيلكت current date، وهاجي هنا وهقول له select اخر حاجه اللي هي يوزر. حلو كده. حلو. لو انا دلوقتي جيت ضغطت هتلاقي ان هو عرض لك الفيرجن في تيبل لوحدها، والناو في تيبل لوحدها، والcurrent date في تيبل لوحدها، واليوزر في تيبل لوحده. حلو كده. حلو. يبقى كده نقطه فهمناها.
واحد ممكن يقول لي طيب طالما هي مش كيس سنستف، انت ايه اللي يخليك ان انت تكتب الكود بشكل كيس ابر كيس كده يعني، يعني او بمعنى اصح يعني ايه اللي يخليك تكتبه بكابيتال ليترز ليه يعني؟ لان بكل بساطة السنتاكس السليم او السنتاكس اللي هيخلي الكود بتاعك او الكويري بتاعتك هيومن ريدابل، ان انت اي بلت ان فانكشن او اي امر اس كيو ال تكتبه ايه، تكتبه بشكل كبير. بينما مثلا الحاجات اللي انت بتنشئها بنفسك زي التيبلز زي الداتابيزز الى اخره تكتبها بشكل صغير اللي هو السمول ليترز زي ما هنشوف قدام. طيب ايه بقى المالتيبل لاين كويري؟ انا من شويه قلت لك عن المالتيبل لاين كويري وسبتك كده وما قلتلكش طب دي السنتاكس بتاعها بيكون ازاي، التعامل بتاعها بيكون ازاي الى اخره. المالتيبل لاين كويري يعني بشكل مبسط ان انا بقول له سيلكت وبسيبها له وبسيب له السطر دوت كده فاضي، فبالتالي بينتظر مني اني احط له هنا فاليو. هتقولي طيب يعني بيحصل ازاي طيب الكلام ده؟ برضو انا عايز اتاكد. هقول لك في البدايه قبل ما اخش في النقطه دي، في موقع انا عملته للقناه، الموقع ده هسيبه لك تحت في الديسكريبشن. الموقع ده باذن الله اي كتاب هنتعامل منه اي مصدر هشرح منه الدرس هحطه لك في الموقع ده بحيث ان انت تستفيد معايا. فبالتالي الموقع ده انا هسيبه لك تحت، وهسيب لك بالظبط يعني المدونه او التدوينه عفوا اللي انا هكون حاطط فيها الكتاب بتاع الاس كيو ال. دي سكرين شوت من الكتاب. الكتاب هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لما يكون قدامك كده الداتابيس جايب لك نوت مثلا الماي اس كيو ال او الماريا دي بي الى اخره، بيقول لك هو كده مستعد لكويري جديده، مستعد لامر جديد، هو كده واقف ومستني منك امر. بينما لما يكون سهم كده زي اللي انت شايفه فهو waiting for the next line of multiple line query، هو كده مستني منك multiple line query، مستني منك اوامر في اكتر من سطر. طيب دي بقى بتشتغل ازاي؟ عندك طريقتين. اول حاجه في السنتاكس، يا اما هتكتب له مثلا كده الفيرجن مثلا كده، فبالتالي هو هيتعامل معاها على انها مالتيبل لاين كويري، فبالتالي هيطلع لك الاوتبوت زيه زي اللي فوق. طب افرض انا عايز اطبعهم في اكتر، او بمعنى صح انا عايز اطبع اكتر من حاجه او اشغل اكتر من امر، هتقول له مثلا سيلكت ادي كده الفيرجن اهو، ادي سطر جديد الناو، ادي سطر جديد الكرنت ديت، ادي سطر جديد اليوزر، لا مش كده طبعا، ادي كده سطر جديد هنكتبه هنا. واحد يقول لي طب ما دلوقتي انا حبيت ان انا انهي الكويري وغصب عني نزلت انتر هنا وما كتبتش السيمي كولون، اعمل ايه؟ الامر بسيط، تحط السيمي كولون هنا كده ويشغلها لك، برضو حاطط سيمي كولون هنا هيشغلها لك. المهم ان السيمي كولون يتحط في الاخر، علشان السيمي كولون يتحط اكنك كده خلاص بتقول له انهي لي الكويري وطبقها لي. فزي ما انت شايف كده قدامك طبع لك الفيرجن وطبع لك الناو وطبع لك الكرنت ديت وطبع لك اليوزر. طيب نشوف بقى يعني دلوقتي بقى هنخش على ايه تاني. احنا لغايه دلوقتي اتكلمنا عن عده حاجات، منها السنتاكس بتاع الكويري والكويري بتتكتب ازاي، الايرورز اللي انت هتواجهها زي ما قلنا، حكايه اللي هو المالتيبل لاين كويري دوت انت ممكن اول ما تشوفه كده تتخض، طب دوت انا استعمل معاه ازاي الى اخره. طيب في برضو حاجات لازم تتعلمها او لازم تعرفها، اللي هي ايه؟ اللي هي افرض انا دخلت مثلا وحب في المالتيبل لاين كويري ولا ما بحبش المالتيبل لاين كويري، انا عايز اتعامل مع كويري عاديه خالص خالص، اعمل ايه؟ انا مثلا هنا دلوقتي هكتب سيلكت وهقول له انتر، ولقيت مثلا ان انا عندي هنا اهوت فوق في ايرور في السنتاكس او انا مش عايز مالتيبل لاين كويري عشان اتلخبط، اعمل ايه انا بقى ساعتها؟ ساعتها هتكتب باك سلاش سي، باك سلاش سي بتشير للكنسل، انا كده بقول له كنسل لي الكويري الحاليه دي، انا كده بقول له ايه؟ كنسل لي الكويري الحاليه دي، انا عايز الكويري بتاعتي تكون كويري تكون كويري وان لاين، انا مش عايز ان انا مثلا اكمل في المالتيبل لاين كويري دي. فبمجرد ما هتضغط انتر كده هتلاقيه طلع معاك من الكويري الحاليه اللي انت فيها. لغايه كده وخلينا ننهي الدرس علشان يعني تكون انت كده عارف يعني ايه اس كيو ال وايه الاوامر بتشتغل ازاي. وباذن الله بقى الدرس الجاي
احنا النهارده كده خدنا شويه بلت ان فانكشنز، وخدنا امر اللي هو السيلكت والبلت ان فانكشن، خدنا الفيرجن، خدنا الناو، خدنا الكرنت ديت، خدنا اليوزر. باختصار انت دلوقتي لو لقيت اس كيو ال وجيت تحقن وكتبت له سيلكت مثلا فيرجن او سيلكت ناو، او حتى عملت سيلكت عليهم كلهم وطبع قدامك في الصفحه، ده بروف اوف كونسبت كافي جدا ان انت تروح تقدمه للموقع. مش لازم ان انت يعني تعمل دمبل داتابيز، لان ده ممكن يشكل خطر عليك انت شخصيا. هما كده ممكن يقول لك انت بنتشن تيستر، ايه اللي يخليك تعمل حاجه زي كده؟ تمام. فبالتالي الافضل ان انت تعمل حاجات خفيفه بس توريهم انت ممكن تعمل اس كيو ال كوماندز، توريهم اي حاجه، اي بروف اوف كونسبت ان القاعده بتاعتهم مصابه بالثغره دي. طبعا الكلام ده كله هنشرحه في الاستغلال بتاعها، ولكن احنا دلوقتي في السلسله بتاعت شرح عوامل الاس كيو ال. امل يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.